بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن ايه هي الاجهزة المساعدة اللي بنستخدمها في محطات الطاقة الشمسية. طبعا زي ما انتم عارفين ان انظمة الطاقة الشمسية بتتكون في الاساس من رقم واحد البي في موديولز اللي هي الخلايا الشمسية، ودي المسؤولة عن انتاج الكهرباء، هي اللي بتحول اشعة الشمس الى كهرباء. رقم اتنين في عندي البطاريات، ودي بستخدمها في عملية تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية. طبعا بما ان في بطاريات لازم يكون في منظم، تمام، بيحكم عملية الشحن والتفريغ للبطاريات عشان يحميها من الشحن والتفريغ الزايد، تمام. بعد كده في عندي الاحمال الكهربائية اللي هي اللودز، الاجهزة المنزلية اللي عندك او الاجهزة اللي موجودة في اي مكان، دي هنسميها الاحمال الكهربائية. طبعا ده لما يكون عندي مصدر الاحمال اللي مطلوب هنا عبارة عن دي سي فولتج او جهد مستمر. لو انا محتاج يكون المصدر، تمام، تيار متردد، يبقى هنا لازم اركب الانفرتر او العاكس عشان احول الكهرباء من الدي سي الى الاي سي. طبعا لو انا متصل بالشبكة، في الانظمة المتصلة بالشبكة بيبقى موجود عندي الخلايا الشمسية والانفرترز بس بدون وجود بطاريات، تمام، او منظمات الشحن الخاصة بالبطاريات. طبعا هنا بنقول الكلام ده لان احنا هنبدأ نقول ان في اجهزة مساعدة بتستخدم سواء كانت في الاون جريد، تمام، او الاوف جريد زي التوصيلات الكهربائية، الاسلاك والكلام ده، والسيركت بريكرز اللي هي القواطع، واللايتنينج سيستم، والفيوزز، والايرثنج سيستم، ومنيعات الجهود العابرة. طبعا الكلام ده كله هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل. هنبدأ نتكلم عن المفاتيح الرئيسية اللي هي الخاصة بالتيار المستمر، هنتكلم عن مفاتيح الفصل الخاصة بالتيار المتردد، هنتكلم عن الفيوزز، هنتكلم عن مانعات الجهد العابر، هنتكلم عن صناديق التجميع، هنتكلم عن أنظمة التوصيل أو الربط، وكمان المواسير المستخدمة في عمليات التوصيل بين الأنظمة، هنتكلم عن الأرض بالتفصيل، وبعد كده هنبدأ نتكلم عن العدادات.